كابتن عادل زي ما الكابتن شريف وكابتن علاء، هو مستر موسيماني كان بيلعب على حاجه معينه الشوط الاولاني، ولما استقبلنا هدف الفكر اتغير يمكن شويه الشوط الثاني، ولكن الهدف الثاني صعب من المأمورية جدا. كابتن ايمن، احنا قلنا ان عدله الملعب، احنا الشوط الاولاني انا قلت لك هنخسر قفشه، خلاك ما بتعملش الحته، وعبد القادر ما بياخدش الفرقه وتروح بيها على قدام. الفرق ما بين الماتش الاولاني والماتش الثاني، في فرق كبير ما بين الفرقتين، ولكن في نفس الوقت فرق عندك انت. كان طاهر محمد طاهر وعبد القادر كانوا اتنين فراوده، وكانوا الاثنين بيلعبوا في الحته سحب الفرقه اللي قدام، لكن انت بدات المباراه زي ما اتفقنا بطريقه لعب لا تناسب بدن راس انها تلعب قصادك، لان لعيبه امريكا، لعيبه البرازيل بالذات، انا قلت لك يمكن قبل الماتش ويمكن قالوا لي اللي دخل، انت قصدك كافراد ولا اللي دخل الحته بتاعت المانيا والحاجات دي لما جينا نتكلم في الكلام اللي احنا بنقوله ده، لا اتغيروا، البرازيليين مش بتوع زمان، النكشه واللمسه واللعبه والحاجات دي، لا بيلعبوا لعب ايجابي دلوقتي، بيلعبوا طويل وبيلعبوا لعب فيه هجمه واحده ممكن يجيب جون، وبيقف لك في وسط الملعب وبيعمل لك زون ديفنس، يبقى انت لازم تعدل الملعب معاه. الشوط الاولاني ضيعنا الوقت، ضيعنا الشوط كله في ان احنا كنا بناخد رد الفعل، بس هم ما كانش ليهم تواجد برضه يا كابتن عادل خالص، غير في الفرصه اللي هي استغلوا فيها الخطا بتاعنا. بص يا كابتن ايمن، اقول لك حاجه، انت كره القدم بتاعت فرصه وجول طبعا، بكلمك مجمل الشوط الاولاني. ايوه قصدي ان هم ما كانوش متواجدين برضه في الشوط الاول، ما كانش جابوا جول، من خطا لينا فعلا جابوا جول، ولكن ما كانش في فرق كبير جدا بيننا وبينهم كده، احنا حتى طول المباراه يعني هو كابتن علاء حتى قال لك كابتن شريف لو هم دول بالميرس لا يبقى متواضعين، احنا زودنا فيهم قوي يعني. يا كابتن هنعرف مستواهم مع تشيلسي، خلينا نبقى يعني ايه عشان نعرف سبب ونعالج. طبعا اول حاجه انت ما كانش عندك تواجد هجومي خالص، انت فهمتني؟ صحيح. اللعب كان في نص ملعبك، انت الماتش اللي قبله كان عندك تواجد هجومي كتير قوي، ليه؟ لان عندك اللي يسحب الفرقه من هنا يوديك الناحيه الثانيه، كتله الضغط ده هيولد خطا. هو الخطا بيجي ازاي؟ انا لو مريحك، بمعنى ان انا لو بلعب في النص التالي خمس دقائق ثلاث دقائق، انا بريحك كمدافعين ورا، بتاخدوا نفسكم وبتقفوا وبتعملوا الحته بتاعت الاستديو دي اللي احنا بنتكلم فيها مع اللعيبه، نقول لهم اهدوا وقفوا مكانكم، ما تعملوش مجهود كبير، انت فاهمني يا كابتن ايمن؟ دي مهمه. لكن هم جوه احنا الكره تروح ترد على طول، انت تدافع. صحيح. اثمرت على ايه؟ هدف فينا، هدف فيك، لانك محمد هاني اخطا الوقفه غلط، لان الكره رايحه جايه رايحه جايه، انت بتدافع اكتر. لما قلنا نعدل الملعب خمس دقائق، ها من وجهه نظري خمس دقائق مش هتفرق كتير ما بين الشوطين. احنا عدلنا بعد خمس دقائق. ايوه. لما دخل في الجول، لو كنت عدلت بين الشوطين كنت اتكلمت اكتر. صحيح. ما هو حاجه من الحاجتين، انك انت هتشرح للاعب وانت قاعد بره التغيير، ولا هتشرحه له وانت في الملعب بعد خمس دقائق؟ ده واحد. اتنين، لو شرحته له جوه وقلت انا هغيرك بعد خمس دقائق، يبقى انت مش هتأدي الخمس دقائق. انت فاهمني؟ انت هتغيرني خلاص. أي. انت مش هتقدر. فحته التغيير كنت اتمناه بين الشوطين، واقول لك في مدارس ثانيه كنت اتمنى اخر خمس دقائق من الشوط الاولاني. أي. بيديك احساس بالماتش عشان تنزل تلعب، اديك الخمس دقائق، اديك احساس الملعب، واخدك في اوضه اللبس اكلمك على الواجبات باستفاضه. انت فاهمني؟ ده اللي انا شفته من الحته. اما حته اللي احنا عملناه ثاني شوط، انت خلاص اتجرأت وبدأت تلعب لعبك العادي، لما عدلت شويه اللعب وكنت افضل اخر 20 25 دقيقه، اخر 15 دقيقه تاني، عارف ليه؟ ايوه، لان هم فكروا في تشيلسي. خلينا نتكلم بعقلانيه، هو مش عاوز يعمل مجهود كبير. هو واقف يدافع، كرك يحطك قدامه بس علشان يلعب تشيلسي، علشان عنده ماتش بعد 3 ايام ولا 4 ايام فاينل. ايوه. فهو مستني تشيلسي، رغم ان انا بقول ان ممكن الهلال يعمل نتيجه كويسه، ولكن
الطبيعي يعني الفروقات ان تشيلسي اقوى. فهو مستني الفرقه بيلعب النهائي اقتصادي، يعني هو عنده هدفين زي ثلاثه زي اربعه، انت بتلعب بطوله عالم. فهو خد الغرض بتاع قام وقف وراه وريح. انت بقى ضغطت ولعبت واستحوذت، كان لازم نستثمر الموضوع ده بجون. يعني كره محمد شريف، لو محمد شريف كان نزل قبلها بخمس دقايق، انت فاهمني، كان الامر كان بين الشوطين، كنا نزلنا ضغطنا عليهم جامد يا كابتن ايمن. أيوة. الشوط الثاني. أيوة. وعملنا نتيجه كويسه. أيوة. ولكن في الاخر احنا بنقول الناس بس لازم تعرف، النادي الاهلي ظروفه صعبه. النادي الاهلي عمل الماتش الاولاني هايل. أيوة. الماتش الثاني على قد الاجهادات واللي حصل في الماتش الاولاني، واحنا عندنا مشكله كبيره وهارد لك، انت بتلعب على الثالث والرابع.